الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طبعا النهارده هخش لكم ده ايه؟ هخش لكم ان شاء الله طبعا مشات باين وشوش لعجه. بسم الله ما شاء الله، وجه هيجيب الرزق كده وهي داخله زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهو. كل حاجه على الملا الاعلى. صلى على الحبيب النبي كده. ان شاء الله النهارده التاريخ، النهارده التاريخ 14 يا معلم، 14/8/2022. النهارده تاريخ 14/8/2022. طبعا النهارده في الموافق الايام، النهارده الاحد 14/8/2022. هعرض لكم قد ايه كده اول 7 تفاحات اولاد استراد. اول 7 تفاحات اولاد استراد من عارف تجيل الجو. حبيب عم علاء، حبيب عم علاء، ربنا يبارك يا ريس على دماغنا عم علاء. بسم الله ما شاء الله، ادي معانا اول 7 تفاحات. خليكم معانا، كله صلى على النبي، كله مشاركات، شير الفيديو علشان اخشكم في اسعار ما نطولش عليكم. كله صلى على سيدنا النبي. كده معانا يا جماعه، بالله عليكم يا جماعه، معانا ان شاء الله النهارده طبعا كل الالوان الطبيعيه ان شاء الله، معانا جميع الالوان الطبيعيه بفضل الله. كله صلى على سيدنا النبي لو تكرمتوا، بالله عليكم. طبعا اللي كان بيحب الحاج حسن ابو الحاج ومتعامل معاه، يدعوا له يا جماعه بالرحمه والمغفره على اللايف كده على البث المباشر لو تكرمتوا. اللي كان بيحب الحاج حسن ابو الحاج يا جماعه وكان بيشاهد فيديوهاته ومتعامل معاه، يدعي له بالرحمه وصلى الحبيب النبي. اللي كان متعامل مع الحاج حسن ابو الحاج يدعي له بالرحمه والمغفره يا جماعه، وربنا يرحمنا جميعا يا رب برحمته. عرسنا سعد الباشا، حبيب عم ابو حسام، تعالى دماغنا يا باشا. سمونا صلى الحبيب النبي كده الله، وكل شهر معانا الفيديو. يا معلم حماده. حبيب ابو عمر. احلى مسا عليك يا ابو عمر وعلى كل مشاهدينا وكل محبينا وكل متابعينا في كل مكان يا ابو عمر. حبيب قلبي. الناس على راسنا من فوق يا ابو عمر، نخش في العروض وفي الاسعار على طول عشان ما نطولش على المشاهد ولا حد يمل مننا يا ابو عمر. توكل على الله مدير. ماشي. اول 7 تفاحات دولت يا ابو عمر، عجلات ونشطير بنات استراد من الدرجه الاولى يا ابو عمر. بتجي لي يا عم احمد كده، تعالى كده بالصلاه على الحبيب النبي. يلا بسم الله ما شاء الله. 7 تفاحات يا جماعه العمارة هنا، 5 شهور باني، 5 شهور و6 شهور و7 شهور يا عم. خليها من 5 ل6 عشان ما نبلاش في العمار، عشان اللي يجي يشوف الحاجه احسن من الصوره ان شاء الله. تعدي المنى يا جماعه بفضل الله. بنت استراد عمر قر من الدرجه الاولى، دي المنى قرعه من العيار الثقيل يا معلم. المنى بنت استراد، البز الاسمر الشلش مبكره من تحت من الصلعه سيدنا صلى الله عليه. اتفرج يا باشا هنا يا باشا، بص دماغ العجل عامله ازاي. يقول قرع يا ابو عمر بنات استراد من الدرجه الاولى، صلى على سيدنا النبي. باين صح يا صحه وقوه ومناعه عاليه، باين واخده كفه التحاصيل بتاعتها يا ابو عمر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على بسم الله الله اكبر عليك. سمعونا صلاه الحبيب النبي كده يا جماعه، الله كل شهر معانا الفيديو. اللهم صل على سيدنا النبي بنت استراد من الدرجه الاولى، العجله السمنتله دي تمام. تفاحه يا باشا ترضي. 7 تفاحات اولاد استراد، 7 من العيار الثقيل يا ابو عمر. السعر بتاعهم كمان قنبله ومفاجاه، ونخش في السعر على طول. بس يا جماعه انا عايز منكم لايكات حلوه وعايز تعليق حلوه فيها الصلاه على سيدنا النبي، عشان لسه معايا عرضنا 2 باين تحت عشر، ومعايا عرض عجلات عشر، والسعر ضرب نار، والسعر من تحت زي ما احنا معودين المشاهد. نخش في السعر هنا على طول يا ابو عمر. السبعة دولت النهارده يا ابو عمر بما يرضي الله، والسعر بتاعهم بما يرضي الله، بس انا عايز لايكات حلوه مشاهدين اللي معايا. ماشي. بعد الصلاه على سيدنا النبي، 7 دولت يا ابو عمر النهارده بالصلاه على سيدنا النبي، تمنهم بما يرضي ربنا 90,000. متوسط سعر العجله فيهم يا ابو عمر 13,200. 13,000 بايم من العيار التقيل يا ابو عمر، 13,200 الاعمار ب 17 ولا ب 18. شوف الشلش بتاع البايم يا باشا هنا من تحت، الاعمار من 5 ل 6 يا جماعه، 5 شهور و6 شهور. صلى على سيدنا النبي. طبعا ده عنده وش الخير ان شاء الله. بايم دي احجام كبيره، بايم احجامها كبيره يا ابو عمر. اللي يشوف عجله زي دي يقول عليها بنت سنه، بس هي العجلات اللي هم امهاتهم استراب بتبقى احجامهم كبيره يا باشا. تمام. السعر بتاعهم السبعه دولت 90,000. السبعه من 90 ان شاء الله. طب
13,200. اللي عايز عجله من العرض يا ابو عمر هبيعه، اللي عايز عجله يا جماعه العرض ده فيهم عجله تزيد 1000 فيهم عجله تنقص 1000. تمام. لكن السبعه بالصلاه على النبي تفاحه. سبعه يا جماعه رقم واحد ايه؟ مع النوار فول. رقم اثنين معانا العجله الروشتاين مو الشبت دي. ايه؟ رقم ثلاثه عجله برده ما تخرش عنها بس دي اعلى منها بدرجه، يعني دي اعلى من دي بدرجه. بس طبعا السله زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. تمام؟ رقم اربعه السمنتله دي، السبعه كلهم هم قدام حضراتكم اهو. دي رقم اربعه السمنتله ده يا جماعه. وادي الحلبات من تحت كمان. رقم خمسه الالماني، رقم خمسه العجله الالماني. وادي برده الشلش من تحت اهو. تمام؟ والفتحه والظهر والدماغ وكل حاجه. تمام؟ يبقى احنا صورنا لكم كام واحده؟ خمسه. باين كلها واخده كافه التحصين. دول خمسه كده. رقم سته ورقم سبعه الاثنين الالماني دول القرعه. يعني هم الاثنين القرعه المعروفين فيهم. اهي همت لما اكبر اثنين فيهم يا جماعه عمر سبع شهور، يعني معانا خمسه هنا عمر خمس شهور ومعانا فيهم اثنين سبع شهور. يا رب الرساله تكون واصله للعالم كله. الدائن ديات المتوسط معانا 13,000 13,000 وكام؟ و200 يا ابو عمر. 13,200 تمام؟ يبقى المتوسط معانا هنا 13,200. نخش في اللي بعده عشان ما نطولش على الناس ومحدش يمل مننا يا جماعه. بس لو تكرمتوا انا عايز منكم طلب واحد بس، هو طلب واحد بس صغير والمعلم عمر اللي عايز يقوله. ابو عمر النهارده كل الناس عايزين الناس تعمل لايكات عشان النهارده احنا معانا عروض النهارده مفاجآت. مباراتول السلالات النهارده مش هيزعلكم من حاجه، مش تقدر تغمض عليك النهارده مع مباراتول السلالات. وكل الناس تشجعنا بلايكات يا ابو عمر، كل الناس تشجعنا بلايكات. اللي عجب الفيديو يا ابو عمر يدوس لايك واشترك في القناه. لا باشا نظبط لكم الاسعار النهارده يا ابو عمر. احنا عايزين ايه؟ عايزين لايكات واشتراك في القناه عشان خاطر عشان خاطر عمر الصغير ده، مش عشان خاطر انا ولا خاطر حد، وعشان خاطر ربنا ثم عمر الصغير ده كله. اعمل لايك يا جماعه وصلوا على سيدنا النبي بالله عليك. هو لايك صغير قدك يا ابو عمر، مش هقول لك اعمل. وكل واحد يعلق معانا عليه يصلي فعلا النبي يا معلم عمر. كل واحد يا جماعه يعلق معانا عليك يصلي فعلا النبي بالله عليكم. يعني اضرب معانا عليه كده عشان يعني كل اللي عندك يخشوا معانا على اللايف، نحضر بس مع بعضنا، نخش في اسعار جميله زي كده مع بعضنا. وعرضنا جميل النهارده ان شاء الله. عجلين العرضنا خفيف جدا ومميز جدا يا ابو عمر. عجلين واحد عمره اربع شهور والعجل الثاني هنا من ثلاث شهور ونص. عجلين قدام مؤكلين. ماشي بهيم اللهم صل على النبي يا ابو عمر. شوف جلد البيمين عامل ازاي. الجلد بتاع البيمين عامل ازاي. لا شديد جدا قدام عم حماده كمان. صلاه النبي يا باشا اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. كام يا باشا العجلين دول؟ العجلين دولت يا ابو عمر السعر بتاعهم كام بعد الصلاه على سيدنا النبي؟ صلى الله عليه وسلم. سعر العجلين دولت يا ابو عمر 25,000. 25,000. 25,000، لكن انت هنا في مزرعة الحاج حسن ابو الحاج السعر هنا عندي من تحت. كام يا معلم؟ هما ب 25,000 ونص يا ابو عمر، لكن عشان خاطرك وخاطر مشاهدينا ومحبينا ومتابعينا 19,500 يا ابو عمر سعر العجلين دول. كام؟ 19,500 سعر العجلين دولت يا ابو عمر. سعر الدكرين دول؟ 19,500 يا ابو عمر، وحد الله وصلى على سيدنا النبي. الواحد ولا الاثنين؟ الاثنين يا باشا ب 19,000 ونص. 19,500 يعني المتوسط معانا كام؟ يعني الاثنين يا ابو عمر 19,500 يعني متوسط سعرنا ايه؟ 9,750 بسعر عجلين رضيع سل. تمام اسحب لي يا باشا كده. صل على سيدنا النبي يا باشا. والله يا جماعه احنا النهارده اللي ينزل السوق النهارده هو اللي يعرف السعر صح. صل على سيدنا النبي. النهارده اللي ينزل السوق هو اللي يعرف الاسعار صح، الدكوره بالذات كمان خلي بالكم يعني، لان كل حاجه رافعة الدولار رافع والدنيا كلها رافعة. ربنا يعدي على خير. بجد ربنا يعدي على خير. حلوين صنفين بهيم قديمه بهيم واخده كفه التجاريع بتاعتها وكفه التحاصيل بتاعتها. امسك يا عمار. يبقى الاثنين عاملين 19,700 كام؟ 19,500 والسعر عندي سعر التسليم قابل للفصال. سعر التسليم عندي من الاخر. اه يا بابا سعر التسليم ولسه عايزينهم عرق؟ تسليم يا باشا. هم كسبانين بمرض الله حسنه قليله بس الحمد لله. اديهم شويه اكل كده يا عمار، اتكلم معاك على الكاميرا كده. هاتوا شويه اكل كده لحد ما ايه شويه علف كده يا عمر. صل على سيدنا النبي. سمعونا الصلاه الحمد لله يا جماعه. هنا عجل تاني كمان يا ابو عمر. الجرتين دول يا جماعه عايزوا متواصل مع المعلم حماده ب 19,000 وكام؟ يا ابو عمر رقم التليفون 010-980-4998 وانا تحت امر اي حد يا ابو عمر. قلت لك يا معلم حماده؟ رقم التليفون يا باشا 010-980-4998 يا ابو عمر. 998 بتعملوا بلايكات حلوه وبتعليق حلوه فيها الصلاه على سيدنا النبي فقط عشان انزل لكم كل يوم جديد واسعار من تحت. صلاه معانا دكرين يا ابو عمر يدخلوا علف على طول.
معانا دكرين هنا يا ابو عمر يدخلوا علف على طول. عجلين اللهم صل على النبي. معلش في عجلين دول في 13 شهر والعجل الثاني يا ابو عمر هنا ب 14 شهر. برضه يا باشا قدامك ايه؟ ده بحق عجول بترضع. ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب. يا جماعه وش البام اهو وعين العجل اهو الصحة السليمة يا ابو عمر. الله ما شاء الله تبارك الله. خليك معايا عشان لسه العرض بتاعنا كبير. تمام. ماشي. فين عجلين يا ابو عمر من العيار التقيل؟ عجلين يدخلوا علف على طول. تعالى حسين كده. حل يا عمر واحد حل لك واحدة يا ابو عمر كده يلا فرجني. تعالى يا عم سحس. عجلين يدخلوا علف على طول يا ابو عمر. ولا خليك حسين زي ما انت خليك خلاص. يا ابو عمر. حسين طب ماشي يا باشا فرج المشاهد. خليك زي ما انت خليك زي ما انت. خليك زي ما انت. صلى على سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. ده الصغير شويه يا جماعه اهو. عجل ابن 13 شهر وثلاث ب 14 شهر اهو. صلوا على الصلاه الحبيب النبي يا جماعه بالله يا جماعه. طبعا عايز ادخل علف يعني اللي طلع دوره لحد رمضان يا جماعه اهو. ده عجل اهو حوالي بسنه تمام لا يقل ميزانه عن 200 210 كيلو. صلى على سيدنا. وده عجل اعلى شويه برضو. صلى على سيدنا النبي. لا يقل ميزانه عن 220. مال صحه وقوه ومناعه عاليه يا ابو عمر. بسم الله ما شاء الله. بكام يا معلم حملت اثنين؟ عجلين النهارده السعر بتاعهم بحمد الله عجلين يدخلوا علف على طول يا ابو عمر. ادي العجل الكتله بتاع العجل. السعر بتاعهم يا ابو عمر النهارده بما يرضي الله مش هنقول لك ب 45 ولا حتى ب 44,000 يا ابو عمر. السعر هنا عندي بما يرضي الله 39,500. 39,500 يا ابو عمر. يعني المتوسط؟ المتوسط السعر هنا يعتبر 19,750 يا باشا. كام يا باشا؟ 19,750. 19 يدخلوا علف يا ابو عمر. عجل يخش علف برضه طبعا يا معلم حماد. بسم الله الله اكبر صحه وقوه. خلي زي ما انت عمر انت استنى واحد 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 كده واحد واحد يرضى النبي. حبيبي يا باشا واحد واحد كده. صلى على النبي يا باشا. مال يرضى ربنا. طيب زي ما انتم شايفين. طيب صحه وقوه ومناعه عاليه. ارضى يا عم حماد ارضى ارضى اسرع. كل صلاه على حبيبي النبي يا جماعه بالله لكم انا يا جماعه. استر يا رب استر يا رب. كل صلى على سيدنا النبي معانا يا جماعه. كل واحد اللي كان عليه معانا كل يذكر الله بهايم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على الحبيب النبي. عجين يخشوا علف. بص يا باشا جلد البام عامل ازاي. بفره باينه يا ابو عمر اللهم صل على النبي. صل على الحبيب النبي. صحه وقوه مناعه بام مظبوطه الكتله دماغ وعقول لبانه يا جماعه ما كسرتش سنه. طبعا مال من المال الطيب اهو ربنا يبارك. هات اللي بعد عم محمد الله. صلى على سيدنا النبي. وادي السبع اللي فات دول اللي معلم حماد قال عليهم انت قلت على السبع دول بكام؟ معلش يا جماعه مشاهدينا يا عم محمد في مشاهدين دخلوا معانا. السبع دول 90,000 يا جماعه. طبعا اللي عايز يخش عليهم استيراد ب 90,000. اللي يخش عليهم يخش عليهم في اول الفيديو دول احنا عرضناهم في اول الفيديو في الاول بس مباشر بس ما كانش حد جمع معانا. فاحنا برضه في اخر الفيديو نرجع لكم تاني يا جماعه بس كان عشان بس الناس اللي كانت من اول الفيديو معانا مش عايزين نطول عليهم. العجلتين دولت الاعمار بتاعتهم 12 شهر. تمام. عجلتين من العيار الثقيل تفاحتين بما يرضي الله. بكام؟ السعر بتاعهم بما يرضي الله 31,000 يا ابو عمر. 31,000. كم؟ 31,000 يا باشا. واحد سعر العجله فيهم 15,500. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تفاحتين من العيار الثقيل. البند خليط عالي يا معلم ولا بيور ولا؟ خليط عالي. خليط من العالي يا ابو عمر. خليط من العالي. بيور ولا ومقط مسترات بيور. عجلتين خليط عالي يا باشا. بس فيهم نسبة صلاة النبي محمد عليهم يا ابو عمر. فيهم نسبة عالية. فيهم نسبة عالية يا ابو عمر. تمام. وهنا عندي يا ابو عمر ثلاث عجلات. تعالى يا ابو عمر كده عندي. تعالى يا باشا في عندي عجلتين هنا حلوين ورخاص سعرهم حلو. تعالى. ادي يا عم خلينا في عرضنا يا عم محمد استنى حاجة حاجة في الأول. العجلتين دول بكام بكام يا معلم بتقول؟ 31,000 يا ريس. 31,000 يبقى المتوسط معانا 5.5 يا جماعه عجلته 15,000 ونص. عندي بمرض الله من الاخر. ربنا يبارك يعني عجلتين بسم الله ما شاء الله قاعده ضر وفتحه ونظام و بقى مش عايزه فرجه بصراحه. ربنا يبارك. هات اللي بعده. دخل يا باشا هات اللي بعده يلا. فرجع محمد على اللي انت عايز تفرج عليهم يلا هم فين؟ هنا ست عجلات يا ابو عمر. دخل عمر دخل عمر دخل عمر جوه البندين دخلهم جوه. عجول خليط عالي. ست عجلات كلهم حمر يا جماعه امك. خليط سمنتال بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على الحبيب النبي. ست عجلات كم؟ السعر بتاعهم كام بقى؟ كام يا معلم حماد؟ السعر على طول. خش على طول. عشان المشاهد يديك لايكات حلوه يديك تعليق حلوه ماشي يصلي معاك على النبي على طول. هو المشاهد عارف نفسه بيخش معانا على لايكات على طول بس على الحبيب النبي. هنا يا ابو عمر الست تفاحات دولت الاعمار بتاعتهم يا ابو عمر بما يرضي الله اعمار 6 شهور 7 شهور و8 شهور.
الستة دولت سعرهم بما يرضي الله في قلب بعضهم يا ابو عمر. سيب بس فرجي على الباب كده الاول. ب 79,500. 79 سعر العجلة فيهم 13,200 يا ابو عمر. كم؟ 13,200 متوسط سعر العجلة فيهم يا باشا. 13,200 المتوسط هنا؟ 13 انت بتقول ايه؟ 79,500 الست عجلات دولت، متوسط سعر العجلة فيهم 13,200 بما يرضي الله. 13,200 يا جماعه الست تفاحات دول المتوسط فيهم طبعا يعني البضاعه مش عايزه كده. اللي عايز عجلتين العرض هبيع له، واللي عايز نص العرض هبيع له، اللي عايز العرض كله الف بركه عليه. تمام ربنا يبارك يا رب. شايفين؟ علي محمد النهارده يعني حطب لكم الدنيا ومظبط لكم الاسعار النهارده كله اتردى بفضل الله. اللهم صل على حبيبنا النبي. ست تفاحات امريكانه هم عاملين المتوسط معانا 13,000 يا جماعه و200 جنيه. ربنا يبارك ربنا يبارك للمشتري. اربع بزاز من تحت وفتحه وعدلان. اللهم صل على حبيب النبي. تفاح عايزين يا جماعه شوف لايكات كده، وعايز تعليق فصل على سيدنا النبي بالله عليكم. مش عايز لايكات، انا عايز صلاه سيدنا النبي كده في التعليق. المال ده مالكم كله، صلاه لحبيب النبي. وحد الله يا رب. لا اله الا الله. تحت عش عرض طبعا المعلم عندي قنبله ومفاجاه بما يرضي الله. احنا بننجز في العمل عشان لسه معايا عجلات عشر. تمام. والعرض ده مش عرض واحد، ده عرضين اتنين، عرض اهو وعرض تناول. يعني عرض عرضين اتنين تحت عشر. معايا عرضين تحت عشر يا باشا. تمام، يبقى المعلم محمد النهارده بقدم لكم عرضين من تحت العشر من انجح المشاريع. صلى على سيدنا النبي، دي اول تفاحه في اول عرض. وحد الله بما يرضي الله بهايم تفاح امريكاني. خليط من العالي قوي يا بابا. طلع يا باشا فرجني. دولت 10. فرجني يا باشا كده. واحدة. طلع واحدة واحدة يا معلم عمر كده تفرجني يلا. طبعا يا جماعة العجلات اللي هي تحت العشر. طبعا النهارده نخش بشوف الأسعار يا جماعة، الأسعار النهارده الله يرحمها في داهية. وطبعا المعلم حماد أبو الحاج هنا بيقدم لك مشروع من أنجح المشاريع بفضل الله. من أحلى المشاريع ومن أنجح المشاريع. أدي معانا 10 بسم الله ما شاء الله 10 دبابات، 10 درافيل، 10 تفاحات. ربنا يبارك. سمعونا الصلاه الحبيب النبي كده الله. اللهم صل على النبي. العمر بتاعتهم 13 شهر. بسم الله ما شاء الله. شايفين 10 من العيار التقيل. شايفين السلابات. السعر بتاعهم كام بقى يا ابو عمر؟ كام يا عم حماد؟ السعر هنا قنبله ومفاجاه بما يرضي الله. كام يا مدير؟ كام يا عم؟ ماشي بتقلب في ايه؟ قلب في فلوسك. كام؟ صلى على سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. ال 10 تفاحات دولت النهارده يا ابو عمر سعرهم بما يرضي الله 162,500. 102 16,205. عايزك تفرج المشاهد، ما تفرجوش عليا انا، فرجوا على البضاعه. 16,250. ماشي، عشان خاطرك يا ابو عمر وخاطر مشاهدينا ومحبينا ومتابعينا انا سايب ال 2500 ب 160,000. 160,000 وبهيمك حلو يا ابو عمر. اخر كلام؟ ماشي. وعلشان خاطر المشاهدين قناه سوق بلدنا اللي معانا. لا لا لا، استنى بقى استنى بقى استنى بقى يا جماعه، كله يعمل لايك الرجل ده، نزلنا كمان عن السعر لسه. وعشان خاطر كمان مشاهدينا وخاطر قناة سوق بلدنا، مشاهدين قناة سوق بلدنا الناس المحترمة، أنا بعرض العرض ده يا أبو عمر ب 152,500. أنت بتقول إيه؟ 152,500 سعر هنا عندي ضرب نار. ركز واسمع معايا يا أبو عمر، واللي سمع السعر يبلغ للي ما سمعش. العرض ده ثمنه 152,500. راجع الشريط أنا كده، راجع الشريط أنا كده. 10 تفاحات تحت عشر ثمنهم 152,500. الاعمار بتاعتهم يا ابو عمر 14 شهر و15 شهر. 100 وفيهم عجلتين اعمار 13 شهر. 152,500. صلى على حبيب النبي. متوسط سعر العجله فيهم 15,250. 15. واللي عايز عجله من العرض هبيع له، اللي عايز اثنين هبيع له. العرض ده يا ابو عمر فيهم عجله تزيد 1000 وعجله تنقص 1000. جميل. والسعر هنا عندي من تحت. صلى على حبيب النبي. صلى على سيدنا النبي. كله صلى على حبيب النبي يا جماعه، معانا بالله يا جماعه في التعليق. كله صلى على حبيب النبي معانا، كله شير معانا الفيديو، كله معانا لايكات. ما حدش استخسر معانا المعلم النهارده حاجه. المعلم النهارده ما استخسرش فيكم يعني بصراحه. 152,000 يعني المعلم النهارده ما استخسرش فيكم بصراحه يعني. الاسعار الجميله اللي انتم شايفينها، ما حدش يبخل عليه باللايك، ما حدش يبخل عليه بالصلاه على النبي، ما حدش يبخل المعلم باللايك والصلاه على سيدنا النبي لو تكرمت. كل واحد ربنا يخليه في التعليق، كله صلى على سيدنا النبي. ربنا يبارك ربنا يبارك. زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم امك، قدامك اهو مشروع من انجح المشاريع طبعا اللي انت بتشوفها. 10 عجلات يخشوا معاك عشر شهرين ثلاثه بعشروا معاك الباين ديت، ربنا برضيك منهم طبعا. يا انت النهارده اقل عجله 10 بكام؟ بعدين مش هتجيب يعني المواصلات الجميله ديت مش هتلاقيها. صلى على سيدنا
هتاخدها على ايدك، هتعشر عندك تمام، هتاخدها على ايدك هتعشر عندك، هتبقى عارف كل مواصلات العجله، بقت بار عندك، عرفت جوك وعرفت دنيتك، تعرف تتعامل انت معاها ازاي. وطبعا السعر بسم الله ما شاء الله 15250 بسعر عجلات بترضع يا بابا، مش ده احسن من كده؟ اربع خمس شهور اللي بترضع، بنت اربع خمس شهور في السوق ب 10 11000 تمام. واحد الله يصلي على سيدك النبي يا بابا، خليكم معانا على اللايف، دبابات احجام كبيره من العيار التقيل يا بابا، خليكم معانا على اللايف عشان لسه في مفاجاه من المفاجآت التقيله قوي، مفاجاه يا جماعه من المفاجآت التقيله قوي، خليكم هتبقى معانا في اخر الفيديو بقى عامله ازاي. والفيديو النهارده كله معانا مفاجآت، الفيديو النهارده كله معانا مفاجآت زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهوت، عجلات عجلات متلقحه هنا، عجلات متلقحه. انا عندك يا ابو عمر عجلتين، دي البراون دي الساده، والعجله الروشتان اللي عندك دي، العجلتين دول فيهم تلقيح شهر 30 يوم. اللي ياخد يا جماعه العجله دي يجسها، يعني اللي ياخد حاجه من البيان دي يا جماعه يجسها تمام. دي واحده فيها تلقيح يا ابو عمر، البراون الساده دي الريح والحلاوه والطعامه والفتحه والشلش. بسم الله ما شاء الله، صلاه النبي محمد عليه، اللهم صل على النبي. شايفين من العيار التقيل يا باشا، دبابات دبابات ابو الحاج النهارده، شوف الفتحه بتاعت طبعا المعلم حماده فاهم على الفرازه نهاوي يا ابو عمر تمام. عجله فتحتها من ورا تنقاس بالمتر مش بالشبر يا ريس. بكام ال 10 دولار يا معلم؟ ده عريضه من ورا. بكام ال 10 دولار يا محمد؟ 10 فواكه من العيار التقيل، احجام وطول وعرض وجرامه، حاجة حلوة بمرض الله. بقيت البضاعة بكام العشرة الكبار دول شوية يا محمد؟ متلقحين دول. هنا يا جماعة عجلات متقسمة وعجلات متلقحة. وطبعا اللي ياخد يجس برضه بالأخص لأجل البراون ده يا معلم، صح كده؟ صح يا باشا. إيه؟ اللي ياخد أحسن سجاعة دي، أحسن سجاعة إذنك. شوف اللي قاعد قاعد الضر والفتحة والنظام والعدلان. معلم محمد النهاردة بقدم لك مشروعين اثنين، 10 عجلات هنا تحت عشر ب 152 و10 عجلات هنا. طبعا اللي فيها لقاح المتلقحه يعني تاخد بختك رزقك، يعني العشرة طلعوا فيهم عشار، ربنا يبارك وخلاص، ربنا يبارك، ده كل اللي نقدر نقوله. بام بتضرب نار، بام حلوه دي معناها متلقحه ايه؟ بام الاحجام وافيه، بام صلاه سيدنا النبي محمد عليه، بام واخده كفه التحصين بتاعتها والله يا ابو عمر. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا معلم. بام والله واخده كفه التحصين بتاعتها. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. امسك لي دي، امسك لي دي. المال صح يا ريس، سيب البراون السوسي يا عم، عايز 10 مسكوه بالسلام عليك. مال صح يا باشا، اه شوف الشاشه اللي تحت دار نازل ازاي، ولا العجله البكريه والله، ولا العجله البكريه. باين دي يا ابو عمر فيهم خمس باين فيهم تلقيح تمام، 10 دولت اعمار 16 شهر 17 شهر، 10 دولت ثمنهم كام بقى بمرة؟ هات رقم تليفونك يا عم محمد الاول كده بعد اذنك. المكان هنا يا ابو عمر المنوفيه وسنا، قريه عرب ابو ذكري، مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. المنوفيه وسنا، قريه عرب ابو ذكري، مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. مزرعه الحاج حسن ابو الحاج تمام. رقم التليفون يا ابو عمر 010 980 يا جمال، عايز توصل مع المعلم حماده الان 010 980 980 4 010 يا جماعه 980 4 998 يا ابو عمر 998 معلم حماده ابن الحاج حسن ابو الحاج، حماده ابو الحاج ابن الحاج حسن ابو الحاج. اوكي الله يرزقك يا ابو عمر. دولت يا ابو عمر النهارده بما يرضي الله، بما يرضي الله سعرهم 185000 على 18500 عرض ضرب نار، سعر ضرب نار، عرض ضرب نار. صلاة حبيب النبي يا جماعه، لو شايفين تلقيح يا ابو عمر وبهايم من العيار الثقيل، صلاه النبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم. كم العجله يا باشا عامل ازاي؟ طول وحجم وعرض، باين دبابات مش عجلات يا ريس، دبابات باين صحه وقوه ومناعه عاليه تمام. علشان خاطرك يا ابو عمر انا هسيب 2500، العرض ده ب 182500 ابو عمر تمام ماشي. وعشان خاطر مشاهدينا ومحبينا ومتابعينا على قناه سوق بلدنا يا ابو عمر، العرض ده انا بقدمه لا 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 ب 173000 يا ابو عمر. كم؟ 173000 173000 17300 وتصدق وتمن بمين يا ابو عمر؟ 50 المتوسط. لا اله الا الله محمد رسول الله. اقسم بالله ابو عمر وما اقسم بالله كدب لو على مال الدنيا، الحمد لله احنا شبعانين وفي غنى عن اي حلفانات كده ماشي. العشر عجلات دولت هما فيهم اربع باين فيهم تلقيح، اربع عشان نبقى صادقين مع المشاهد ماشي. البهيم دي عند اي حد بتسعتاشرات بعشرينات ماشي، انت شايف الاحجام قدامك وشايف البضاعه قدامك، بهايم خليط من العالي.
والبهايم دي بتنباع بعشرينات بواحد وعشرين. ماشي. انا بعرضهم النهارده ب 17300. دبابات. والله يا جماعه برضه الراي العرض يا ابو عمر هبيع له، واللي عايز اتنين هبيع له. العرض ده يا ابو عمر في عجله تزيد 1000 وفيهم عجله تنقص 1000، اللي عايز ال10 رزقه. تمام. رزقه ورزقه ورزقه. ربنا يبارك يا جماعه بصراحه. مشروع بمرض الله كسبان 10 دولارات يا جماعه لما يعشروا، وعشر شهرنات بتتكلم في سعر 23 24، يعني مشروع من انجح المشاريع. بسم الله ما شاء الله. والناس كلها عارفه الكلام ده يا ابو عمر. يعني المعلم محمد النهارده بقدم لكم يا جماعه مشروعين اثنين من انجح المشاريع، واللي ياخدوا ال 20 كلهم في بعضهم برضه يا جماعه. العجله عامله ازاي؟ الفتحه والنظافه تاخدوا البقره والشلش. شوف حجم العجله عامله ازاي يا ابو عمر. تاخد البقرة بتربيها على ايدك طبعا. فاهم سلالة. يعني المعلم محمد بيعمل لك مشروع النهاردة 21000 عجلتهم يا ابو عمر، والله ما كتير عليهم. المعلم محمد النهاردة بيعمل لك مشروع سنة واحدة بس، سنة واحدة بس. طبعا ده معشرة ولدت معاك، وربنا طعمك منهم. هتبيع والد، هتبيع انتظار، هتبيع عشر سبعات، من انجح المشاريع ومن اكسب المشاريع اللي هو بيقدمها يا جماعة. ربنا يبارك، ربنا يبارك للمشتري وصاحب النصيب. كل دعنا بالله يا جماعة. صلى الله على سيدنا النبي. معنا تاني عم حماده. معانا ابو عمر 8 عقول عشر. 8 عقول عشر. تمام عشر. دخل يا باشا بالبام دي. وادي ال10 دولت يا جماعه ب 152 ونص. ال10 دولت 15250 المتوسط السعر معانا. المتوسط السعر معانا 15250. اللي عايز منهم عجله برضه المعلم هيبيع له. طبعا في عجله معانا تنقص 1000، عجله بتزيد 1000، عجله بتنقص 700 800، عجله بتزيد برضه 1000 ونص. هنا في العرض عجله بتنقص 1000 ونص. اللي عايز ال10 في بعضهم مفيش اي مشكله. اللي عايز منهم عجله هياخد، اللي عايز نص العرض ماشي. يعني اقول بترضع. اللي عاوز العرضين هنعمل له كوم وخاطر ونروق عليه برضه. اللي عايز اللي ياخد العرضين يا باشا سعر عند النبواخ يا باشا. اللي بياخد 20 مش ده اللي بياخد واحده. عم حماده بقى يا ابو عمر، يا ابو عمر الله يبارك لك، انت خربت الدنيا النهارده. معلش معلش ربنا يبارك لك يا عم حماده. معلش انت لازم تبقى انت يا باشا. ايه لازم انت تبقى انت يا مستحمل شويه. على فكره في عجله، انا في عجله براون من ضمن العرض برضه ده. لازم يا عم حنت تبقى صدر الحنان علينا شويه. معلش انت الكبير يا معلم، لازم يعني ايه ما تزعلش حد. صل على النبي. تعالى وعده، تعالى وعده. ده بيقول مرة انا عدي. اي طبعا يا عايز اتصل مع المعلم محمد برضه الان. رقم التليفون 010 20 اول هام 5. السعر بتاع ابو عمر بمرضي الله، بمرضي الله. طب استنى بس فرني على 10 كده الاول. مش عايزين ننجز، خش في العمل، خش اقضى عمل. طب رقم تليفونك عشان الناس تعرف. رقم التليفون يا ابو عمر 010 980. هقول لكم اي مره رقم واحده واحده عشان ايه احنا البث يا معلم. طول بالك. 010 9 180 4 9 9 8. نقول الرقم تاني يا جماعه. 010 980 4 9 9 8. مع العجلات العشر انا يا جماعه هقول لكم بقى على اسعار العشر انا. تمام. انا هخش لكم في اسعار العشر. وحدوا الله وصلوا على سيدنا النبي. تعالى حسين جاب العجله دي والعجله دي معانا جزء من عشر ثلاثات. تعالى حسين كده هات العجله البراون دي، هات السمره البراون دي، السمره العجله البراون دي. تعالى بص يا جماعه، معانا عجلتين اثنين هنا عشر ثلاثات اثنين، عاملين عليهم عرض النهارده 40000. عجلتين اثنين عشر ثلاثات ب 40000. هات يا ابني ده السمره، ده السمره، السمره ده. ايوه اسحب بقى انت، اسحب مع الثاني، اسحب مع الجوز يا جماعه ب 40، الجوز ب 40000 الاثنين دول. يعني عدتهم المتوسط معانا 20000. وحد الله وصلى على سيدنا النبي. عمنا الحمد لله على السلامه يا ريس. صلى على سيدنا النبي. بجمع مكانك كده، خل طلع معانا على اللايف. اخونا يا باشا، اخونا. تعالى يا معلم. سعاده الباشا عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه يابا. الله يسلمك يا عم احمد. تعالى دمياط واهل دمياط يا معلم. تعالى يا مدير، اطلع اللايف. تعالى على فكره ده بس مباشر شغال، مباشر شغال اهو. الصلاه على النبي. حبيب قلبي عم ايمن، اخبارك يا معلم؟ الحمد لله والله. الحمد لله على سلامتك يابا. الله يسلمك يا عم احمد. انت جيت هنا كم مره؟ جيت هنا كتير والله، باجي هنا على طول. بترزق انا ولا بترزقش؟ بنرزق يا عم والله، وانتوا احسن ناس واطهر ناس يا عم. ما تجيبوش الا العجول نظيفه الله وكيل. تدنا نعمل حاجة. انا اعتبر من منصور. من منصور احسن ناس يا عم، على انه ورثنا يابا. يعني ان شاء الله انا في امان هنا ولا لا؟ في امانه ومصداقيه، وما بتجيبوش الا العجول النظيفه الله وكيل يا عم. بامانة الله. بنجيبكم على طول، واحنا اعتبر متربيين هنا. مين اللي كان مربيك؟ عم حسن الله يرحمه. حبيبي عم ايمن الله يرحمه ويجعله في الجنه. على دماغنا عم ايمن، ربنا يبارك. والبركه في عم حماده، والبركه في عم احمد.
حبيبي عم حسام حبيب قلبك يا عم صلاه الباشا حبيب عم حسام. طب اقعد عمي اقعد عمي ايه المكان اللي يا عم اقعد يا عم شوف ركن العربيه فين مع عم حسام فيها شغاله ماشي يا عم تقلقش يا عم امان يا عم يعني فيها المفاتيح يعني يا عم ما تقلقش عادي خلي واحد يركبها ويمشي عادي لا لا خليك زي ما انت انا عايزك لا ثواني اقعد يا عم ايمن انا شايف الشمع بعد الصبح جاي لك انا اهو لحظه صلى على ابو عمر صلى الله عليه وسلم السعر هنا العجله دي يا ابو عمر العشر بتاع 3 السعر بتاع ابو عمر هنا احنا هنقول اثنين دول ب 40000 على بعضهم عشان ثلاثات ديت يا باشا تمام والعجله دي وانا قلته خلاص ب 40000 يا عم انا قلت فاضيين يا عم معلش انا قلت يلا معلش يا عم معلش معلش يلا انا قلت هات كلمه طلعت وخلاص صلى الحبيب النبي كده صلى كمل بقى بيت العشره معلم كده وكمل بيت العصر طب خد ما تزعلش بس تعالى العرض دي انا اسلم بيه الله اللي انت هتعرض بيه انا اسلم بيه بس ما تتكش علينا اهو مش هتك عليك والله ماشي ومعانا عيد 10 5 يا جماعه هات هات الرخصه الاول هات الرخصه الاول يا عم معلش معلش هات لي السمره دي السمره دي معلش 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 يبقى معانا يا جماعه اول 2 10 3 هندخلكم جوه كده لا عمر النعم اول 2 10 3 الواحده فيهم حبيبي سيدنا النبي استر يا رب اعوذ بالله استر يا رب ايه مال صاحي طبعا بام سليمه اهو زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهو هدخل ومعانا التفاحه ديت عشر خمسه وطالعه في الست عشر خمسه خمسه نضيف وشطه في الست يا جماعه لبنيه السن لبانه السعر بتاعها كام بقى عشان برضو ما نطولش عليكم ب 20500 20000 ونص العشر خمسه وطالعه في الست السعر النهائي خالص 20 ونص بس يا باشا اربطها يا باشا ومعانا واحده عشر سته امسك ده حسين سن كاسه سنتين بكريه لسه او لبنيه مش عارف بس انها يا جماعه بالظبط هنفتح السن برضو هنفرج المشاهد دلوقتي افتح السن الجديد احسن كده نشوف كاسه اتنين ولا لبنه كده والله ما عارف دي 10 6 يا جماعه 10 تقيل برضو العجله دي لبانه يا عم بوم لا لبانه يا جماعه لبانه السن يا جماعه لبانه دي لبانه يا جماعه العجله دي لبانه يا جماعه تمام لبانه لبنيه لسه ما فيش سن يا جماعه تمام برضو لازم دي المصدقه والامان احنا بنوريكم عشان كل حاجه تبقى على صدقكم الامان استنى وادي الضره من تحت اهو والعشره سته والثمن طبعا 26000 ونص دي ب 26000 ونص 20000 الله 26000 ونص طبعا الدرفيل دي درفيله وديت عشره سته يا جماعه وطالعه في السابع ما اعرفش برضه السن لبانه او كسره جوز سيبها احسن وحل الثانيه حل الجزاء دي اللي دي يلا تحت السن كده شوف كسره سنتين ولا مش كسره كده عامه احنا هنوري برضه السن ده كسره سنتين يا ابو عمر دي كسره سنتين تمام كسر جوز بس بقى خلاص يلا برضه يا جماعه اللي هنقوله هو اللي هنبيع بيه والعشره اللي هنقول عليه هتجس هتلاقي يوم ناقص بثمنها اليوم الناقص واحد بثمنها الزياده لك انت الشيل قدام حضراتكم اهوت اللهم صل على السلام طبعا يا برضه مشروع العشره ده من انجح المشاريع اللي انتم شايفينها ان شاء الله طبعا حلها يا عم حسين حلها اسحبها لك يا عم حسين وزي مايك على الخط كده شلشله يا جماعه زي ما انتم شايفين اللهم صل على سيدنا الخشنيه طبعا والريح والجروميه ان شاء الله باذن الله يعني والده باي فلوس العجل دي والده فعلا باي فلوس جزاوي اربط اسقيها 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 والده باي فلوس ان شاء الله تمام العجل دي ان شاء الله عاملين عليها تخطيط النهارده اسعار طبعا 10 6 هنعمل لكم عرض النهارده عليها ب 23850 23850 ميه والصحه وكل حاجه قدام حضراتكم اهوت 23850 السعر النهائي خالص اما ده 26 ونص ال 20 6 و6 والاثنين لبانه واحده كسر سنتين واحده كسر واحده لبنيه وهنا برضو الترفيل اهو 10 4 صلاه حبيب النبي خلاص سمنتال من عالي قوي السعر اللي جديد ان شاء الله برضو يا جماعه النهارده هنعمل لكم عليها سعر باذن الله هتكبر ب 24850 تعالى يا ابني اسحب لي كده يا حبيب قلبي ايه 10 4 24850 السعر النهائي خالص انا ابو اخ بكام ب 24850 تمام وهنا العشر بتشطب الخامس وطلع في السادس اربع بزازه همت زي البلح فيها حسن صغيره يعني خمسة نضيف وطلع في الساتت شو شلو
فيها حسنة زيادة ولا لا تذكر. اكبر بحلبات امت الشله شوط على العجة. عجة برضو لبنية. عملنا العرض النهاردة ان شاء الله 24800. 24800. والمنبلير ده 25 برضو 24800. دي 25 ايه؟ والدرة من تحت برضو. واللبنية 4800. وديت برضو 4800. الاثنين مش هطوف في الخامس وطلعين في السادس. 4800 يوم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله محافظة المنوفية جوزنا كارة عرب ابو ذكري مزرعة الحاج حسن ابو الحاج. تليفون 010-980-4-998-010-225-3-78-4-6 اللي عايز يتواصل معنا تحت امر وزن اي حد. شكرا اليكم على حسن سماعكم معنا. كان معكم اخوكم ابو عمر ابو الحاج. ونترككم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.